السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عفاف أجيلي، رئيسة جمعية أجديس للرياضة والتنمية الاجتماعية، عضوة بعصبة جهة مراكش أسفي للتايكواندو. اليوم الحمد لله هذا الإنجاز اللي حقق المغرب هو إنجاز كبير بزاف، وهذا الإنجاز هو إفريقي، حيث احتل المغرب الرتبة الأولى بثلاثة ميداليات ذهبية وسبعة ميداليات فضية وثلاثة ميداليات نحاسية، وكانوا جوج ميداليات من إنجاز بطلات مدينة اليوسفية اللي عطوا واحد الصورة جميلة لهذه المدينة، وحيث احتلت مريم خلال ميدالية الرتبة الأولى بميدالية ذهبية وبطلة إفريقيا، وكذلك سكينة الصحيب احتلت المرتبة الثانية بميدالية فضية. وحنا اليوم جينا باش نحتفلوا بهاد البطلات، وكنتمناو اليوم إن شاء الله مسيرة موفقة، وخصوصا أن البطلة مريم خلال هي بطلة صغيرة في السن، وكنتمنوا لها التوفيق لا في المسار الرياضي وحتى في المسار الدراسي، لأنها غدا إن شاء الله مقبلة على امتحانات البكالوريا، وكنتمنوا لها حظ موفق ان شاء الله، لا على مستوى المسار الدراسي وحتى على مستوى المسار الرياضي، وهي شرفتنا اكبر تشريف. وكنشكروا جميع الناس اللي حاضرين معنا اليوم، لا من جمعيات رياضيه بالمدينه ولا الناس الغيورين على الشان الرياضي في المدينه، وكنشكروا جميع الحضور، وان شاء الله نتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله. بسم الله، شكرا بزاف على الالتفاتة الطيبة منكم. مريم خلال بطلة المغرب واليوم بطلة افريقيا ان شاء الله بدولة السنغال بالضبط دكار. الحمد لله كانت الاجواء جد رائعه، وكانت البطوله في المستوى، كانوا فرق اللي صعاب وصعيب تغلب عليهم مثل دول صاعده كدوله كوت ديفوار، تونس، مصر، يعني كاع الدول تقريبا كانوا في المستوى وكل شيء كان في المستوى. الحمد لله تغلبت على ثلاثه المباريات، من بينها دوله النيجر المباراه الاولى، مباراه ثانيه دوله نيجر، ودولة الثانية مصر، والدولة الثالثة كوت ديفوار. والحمد لله توجت بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 62 كيلوغرام، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فوزي الراشدي مدرب البطلة الدولية مريم خلال اللي حصلت يوم الأمس على بطولة إفريقيا لسنة 2021 بدولة السنغال بدكار. وهذا الانجاز ما كانش سهل، كانت خدمه كثيره، وكان تعب كثير، وحتى انا كنت معاها في الفريق الوطني، رفقات الفريق الوطني، معسكرات كثيره، معسكر ديال افران، معسكر ديال العيون، معسكر اكادير، معسكر جديده، والحمد لله هذا العمل توج بالميداليه الذهبيه. كنشكر الجميع، كنشكر كل ما كان وراء هذا التتويج هذا، على راسهم سي إدريس الهلالي رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للتايكواندو، والمدرب السيد فيليب بويدو المدير التقني المحنك، والمدربين الاصدقاء ديالي سي مراد الصباغ وسي امين ركيزه سي بدر اسماعيلي، وكنشكر المدرب دافيد اللي عنده دور كبير حتى هو في هذا العمل هذا وفي هذا التتويج هذا اللي ساكنة اليوسفية فرحانه به اليوم. وكيف ما كيعرف الجميع فالتتويجات القاريه فهي من يعني نقدر نقول لك ان التتويج هذا كان عندي واحد 10 سنين هذا في الشبان، دابا كنعاودوا في الكبار بالبطاله مريم، والبطاله مريم كان المده ديالها فهي ما كتجاوزش 5 سنوات، يعني 5 سنوات وتحصل على بطوله افريقيا في الكبار، فهذا كيبين بان اولا العمل كبير، ثانيا الموهبه اللي عند هذه البنت هذه. كنتمنوا لها
مسيره موفقه. كنتمنى من المسؤولين ديال اليوسفيه يديروا التفاته لهذا البنت هذه، لان ماشي التتويج الاول هذا، كاين تتويجات وطنيه بطوله المغرب بزاف ديال الامور، اما هذا فهو تتويج قاري بطوله افريقيا ماشي سهله. مباريات كانت صعيبه، انتصرت على بطله افريقيا ديال 2018 المصريه في نصف النهايه، انتصرت على اللاعبه ديال النيجر اللي كتريني في المانيا، وفي النهايه انتصرت على اللاعبه ديال ساحل العاج اللي كانت قويه، وفي صراحه مباريات كانت قويه اللي فهذا كيبين على القوه ديال مريم خولة، وكنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله بحول الله.